السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الامن النيابية تناقش في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية زيادة مخصصات مقاتليها. ناقش رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم علياوي المحمداوي في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية اطعام المقاتلين وزيادة المخصصات تمييزها كقوة قتالية مقاربة لقوات مكافحة الارهاب. وقالت اللجنة في بيان انها زارت برئاسة النائب كريم علياوي المحمداوي رئيس اللجنة برفقة عدد من اعضاء اللجنة مقر قوات الشرطة الاتحادية، والتقت قائدها الفريق صالح ناصر العامري عدد من قادة وآمري الفرق التابعة للقيادة. واستمعت اللجنة وفقا للبيان لشرح مفصل قدمه قائد قوات الشرطة الاتحادية بشأن انتشار القطاعات وانفتاحها في كافة المحافظات. وجرى خلال الزيارة مناقشة موضوع نقل أبناء الشهداء من منتسبي الشرطة الاتحادية، فضلا عن مناقشة موضوع أطعام المقاتلين، بالإضافة إلى مناقشة زيادة المخصصات وتمييزها كقوة قتالية مقاربة لقوات مكافحة الإرهاب. بحث المجتمعون بحسب البيان استعدادات القتالية للشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى بحث الأسلحة والمعدات العسكرية من ناحية التجهيز والصيانة، وبحث الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بالوحدات العسكرية في الشرطة الاتحادية، وإمكانية مفاتحة رئيس مجلس الوزراء خصوص استملاك الشرطة الاتحادية لأراضي مخصصة لإنشاء معسكرات تليق باسم القوات الأمنية وراحة مقاتليها. وأبدت اللجنة استعدادها لمناقشة ما تم طرحه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لغرض معالجتها.